سامح خويا سمير، خويا سمير القوانين ما تستهدفش اشخاص. اعطيني تقييمك الشخصي. المثال ماهوش كشخص، احنا نعتبره مثال. سي كمال مرجان كان من الكفاءات، معروف هذا، ما نجموش نشكوا في كفاءة كمال مرجان. لم يكن كفءا سياسيا. استنى، اي شخص كان يدعم الاستبداد، اي شخص كان يدعم الاستبداد ليس كفءا. شفت هالكلمات هذه؟ ماهوش كفء سياسي. شفت هالكلمات هذه؟ الكلمات هذه يقول لك نظيف، نحب تقييمك. نظيف مقصود به الفساد المالي، لكن الفساد السياسي ترسيخ نظام الاستبداد. يقول لي كفء ايه والعدم الكفاءه السياسيه، انا كنت مساهم في ترسيخ نظام الاستبداد وكنت تعمل في بروباغندا وخدم نظام فاسد. يعني هذه هي كلمات، هذه تحتمل فضفاض. لا لا.